صدمة بحرقة ما نوصفش لك كيفاش لقينا الخبر. خويا متخلق، حنا كناشدو جلالة الملك بطلنا أنه ينضر في القضية ديال الأخ ديالي. خويا في السجن الآن، في السجن هو في حالة، هو مدمر كليا، ما حتى واحد ما يرضاها، ما يرضاش. أنا مكلومة على خويا، كلنا العائلة كل شيء مكلوم. خويا مكلوم نفسيا، خويا محطم، ما نعاودش لكم. يمشي ويشوفوا حالته هما، إذا كنت أنا اللي غنكذب يشوفوا حالته. كيفاش الشخص خارج أعجوبة من كلهم دقدق، كلهم مضروب، وتهزوه وتحطوه وتلقيوه في السجن. هذا ماشي شيء من المغاربة نهائي، ماشي شيء من المغاربة. حنا المغاربة الحمد لله شعب متضامن، الشعب كيبغي الخير لبعضياته، الحمد لله. عندنا ملكنا تيوقف معنا في كل كارثه، في كل مصيبه. كتلقى مسكين كيجري هنا ومسامح في المرض ديالو، تيوقف هنا وتيوقف هنا. لحد الساعه احنا مازال كنتظروا، ما باقي مازال هاد الساعه ما كاين حتى شي اشاره. احنا اللي كناشدوا ملكنا، كناشدوا ملكنا يشوف من حال خويا اللي ملقي في السجن، وهو مريض طارح فراش معنويا، حالته ما نقولش لك. الوالده ديالو ها هي في المستشفى، العائله محتمه، كاين الله سبحانه وتعالى، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن عندنا عداله في السماء، وعندنا عداله في الارض، وعندنا ملكنا واقف بجنب الفقراء. الا كنا احنا فقراء فملكنا معانا.